عل الفصائل المسلحة اجمع ودفعة واحدة وتسليم سلاحها كمرحلة اولى الى الحشد الشعبي خطاب شديد اللهجة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقوى الخاسرة في الانتخابات العراقية التي جرت الشهر الماضي طالب فيه الفصائل الشيعية العراقية المسلحة الموالية لايران بحل نفسها وتسليم أسلحتها لقوات الحشد الشعبي إذا أرادت الانضمام للحكومة المقبلة كمبادرة حسن مني أعلن حل لواء الموعود وغلق مقراتهم ولولا أنهم سلموا سلاحهم لصرايا السلام سابقا لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولا أطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم وإن وجد فعليهم بتسليمه خلال 24 ساعة عسى ان تكون هذه الخطوه بدايه لحل الفصائل المسلحه وتسليم اسلحتهم وغلق مقراتهم بل وتكون رساله امان وسلام للشعب كافه فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار مقتدى الصدر دعا القوى السياسية إلى انتظار قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالنتائج والانطلاق من بعدها في أطر وحلول دستورية دون النظر لمبادرات فردية تعرقل مسيرة العملية السياسية كتلك التي طرحها الحكيم زعيم تيار الحكمة الذي خسر الانتخابات تهدف لتقاسم الادوار بين الحكومه والبرلمان يحظى المتصدرون في الانتخابات بالحكومه والخاسرون بالبرلمان مع التصويت على ورقه الاتفاق الوطني كاول قرار برلماني في جلسته الرسميه الاولى في ظل الصراع القائم والاختلاف حول نتائج الانتخابات عقد رئيس الجمهوريه العراقيه برهم صالح اجتماعا بقصر الرئاسه وخرج بوثيقه تتضمن مبادئ اساسيه لحل الازمه الراهنه بتشكيل حكومه فاعله تحمي المصالح العليا وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنيه العراق ما ان يخرج من ازمه سياسيه الا ويقع في اخرى ونتائج الانتخابات ستبقى بالشكليه اذا تم الاتفاق على تشكيل حكومه توافقيه تشارك فيها جميع الاطياف دون اقصاء